قال جابر الجعفي لما جرد مولاي الإمام محمد الباقر مولاي علي بن الحسين من ثيابه ووضعه على المغتسل وكان قد ضرب دونه حجابا سمعته ينشج ويبكي حتى أطال ذلك فأمهلته عن السؤال حتى فرغ من غسله ودفنه فأتيت إليه وسلمت عليه وقلت له جعلت فداك مما كان بكاؤك وأنت تغسل أباك ذلك حزنا عليه. يسأله قال لا يا جابر، لكن لما جردت أبي من ثيابه ووضعته على المغتسل رأيت آثار الجامعة في عنقه وآثار جرح القيد في ساقي وفخدي فأخذتني الرقة لذلك وبكيت. يا الله الجعفي ورد في الأثار بالفاجعة هذا الخبر، الجعفي ورد في الأثار بالفاجعة هذا الخبر ما لي غاية أوصفه لما مع الباقر حضر، ما لي غاية أوصفه لما مع الباقر حضر، واللي سمع عن حادثه حزنا يشيد عمن نظر، واللي سمع عن حادثه حزنا يشيد عمن نظر، هذا الإمام ومحنته يبكي الشدايد الحجر، هذا الإمام ومحنته يبكي الشدايد الحجر. سيدي قل دمعك تهل كنا في قلبك جملة أسرار، الأبو تغسله من فطور لاجله جرد ثيابه تشتعل نار. سيدي قيل دمعك تهل كنا في قلبك جملة أسرار، الأبو تغسله من فطور لاجله جرد ثيابه وتشتعل نار، جرد ثيابه تشتعل نار. قال الإمام بالألم منا فؤاد من كسور، قال الإمام بالألم منا فؤاد من كسر، المغتسل شفت الأبو حال نظرت ما يسر، المغتسل شفت الأبو حال نظرت ما يسر، لما النظر تلشد فيشكي من عذابات الأسر، لما النظر تلشد فيشكي من عذابات الأسر، والجامعة في رقبته تشهد على ظلم الشمس، والجامعة في رقبته تشهد على ظلم الشمس، كربلاء عيونه لو تنظرونه
من لقى احبابه عالوطيه كربلاء عيونه لو تنظرونه من لقى احبابه عالوطيه حسين ذبحونه مكسر سنونه حسين ذبحونه مكسر سنونه مرتفع راسه بسمهرية وحسينه مرتفع راسه بسمهرية أيوة المنادي وحسينه بلا عيونه لو تنظرونه من لقى احبابه على الوطيه كربلا عيونه لو تنظرونه من لقى احبابه على الوطيه حسين ذبحونه كسر سنونه حسين ذبحونه كسر سنونه مرتفع راسه بسمهريه مرتفع راسه هذا مولانا القضى كل عمر حسرة مدري ما يلي يشربه لو هو غبرة هذا مولانا القضى كل عمر حسرة مدري ما يلي يشربه لو هو عبرة يندب اللي بكربلة مرتي وبقطرة معتفور محد حفر يا ويلي قبره معتفور محد حفر يا ويلي هذا مولانا القضى كل عمره حسرة مدري ما يلي يشربه لو هو عبره يندب اللي بكربلة مرتي وبقطرة معتفور ما حد حفر يا ويلي قبرة معتفور ما حد حفر شاف جثة مقطعة في الثرى متوزعة والأحبة مصرعة وحسينة باري يظل يجمع منه بترا وحسين باري يظل يجمع منا بترا واصبع منه صوته يسمع حسين شاف جثة مقطع في الثرى متوزعة والأحبة مصرعة باري يظل يجمع منا بترا واصبع منه صوته يسمع وحسينا 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 من بعد عاشر فلا فرحة ومسرة من بعد عاشر فلا فرحة ومسرة مو قلب احزان لكن مجرة شحالة وبعين نظر شمري على صدرة شحالة وبعين نظر شمري على صدرة وحرمة لابسة من المثلث فتي صدرة وحرمة لابسة من المثلث بعين ربات الخدود طلعني بدمعات ثور بعين ربات الخدود طلعني بدمعات ثور ناشرات للشعور وحسين بعين ربات الخدود طلعني بدمعات ثور ناشرات للشعور وحسين شافوا الوالي هوا
شافوا الوالي هوا عنانه بسر جلتوا ولجلة تبكي القل هو وحسين. شافوا الوالي هوا عنانه بسر جلتوا ولجلة تبكي القل هو بعين ربات الخدود طلعن بدمعة ثور ناشرات للشعور. من بعد عاشر فلا فرحة ومسرة مو قلب بحزان لكن مجرة شحالة وبعين نظر شمري على الصدرة حرمة لبسغ من المثلث فت صدرة. أبويا ذكرته وعد علينا تتهجى. أبويا ذكرته وعد علينا تتهجى عساكر ظلوما حرقت لنا المخيم. عساكر ظلوما حرقت لنا صور كربلا وكل رزية لضية عليها المدامع جرية نظرها بعيون الضحية نظرها بعيون الضحية عتية يمر بيها صبح ومسية يمر بيها صبح ومسية. أبويا أبويا ذكرته وعد علينا تتهج. أبويا ذكرته وعد علينا تتهج عساكر ظلوما حرقت لنا المخيم. عساكر ظلوما مهجور حرقت لنا تبردها صور كربلا وكل رزية لضية عليها المدامع جرية نظرها بعيون الضحية عتية يمر بيها صبح ومسية يمر بيها صبح صور من جراحة تظل في المهج حي. صور من جراحة تظل في المهج حي في صفحة مشاعر محابرها قدسي. إلى اللي تميز صفاته وفداته إلى الضام كرس حياته وخدنا بدعاء وصلاته وعطاء وعظاته تقول إن يقهر مماته تقول إن يقهر مماته تقول إن يقهر مماته.